أهلا ومرحبا متابعيني، معلومة بسيطة على السريع. تسجيل الأغنية أوديو مو بشرط أنت لازم تسجلها في الفلاش ميموري، يمكن هالمعلومة حد يعرفها ويمكن ما حد يعرفها، بس أنا ما أحب أبخل على متابعيني بأي معلومة. في ناس يقول لك لازم يوم أسجل الأغنية ميدي لازم أحط يو اس بي عشان أسجلها أوديو، لا، تقدر الميزة في الياماها الاي 5000 أنك تسجل الأغنية أوديو داخل الكيبورد نفسه، تقدر عقب تنقلها في الفلاش. كيف الحين هاي اغنيه انا مسجلينها، شوفوا ميدي، اوكي، تي هني عندي كلمه ريكورد، تدعس اوديو، يطلع لك الصفحه هاي، على طول تدعس بلاي هني وتشغل الموسيقى اللي هي الميدي، شوف يسجل معاك الاغنيه داخل، شوف نعمل ستوب، خلاص مجرد ما تعمل ستوب هي تسيفت في الكيبورد، تطلع تيجي الحين مرة ثانية هني، تخش هني عند الأوديو الأغاني، شوف الأغنية سجلت معاك، نختارها، عندك بلاي، اسمعها مع بعض، شوف سجلت معاك أوديو، وإلى اللقاء مع معلومة ثانية.